بعدين بعد ما هم ياخذوا نفس شويه يجي يشيلوا مع بابكر لحد ما تقرب يخشوا بالكوبليه الثاني يجيفوا بابكر يكمل براه ويدخل العوض ابراهيم شنبات. فالمستمع او المشاهد اذا كانت في التلفزيون ولا كده ما بحس بانه في فراغ او ضعف يعني بين الشيالين ما في نشاز يعني اي ما في ضعف ايوه يعني انت لما اثنين اصواتهم قويه يغنوا ويشيل دول واحد تظهر في نوع من العجز والضعف لانه يعني بيكون صوت واحد ده اولا صوته عريض وديل بيساعدوه برضه يشيلوا معاهم. بعدين الالات ما كان عندهم غير الرج لاحظي انه وبعدين الصفقه صفقوا أيوه. الاثنين مع بعض هي ذات ايقاع الصفقه الرج والصفقه لكن دلوقتي دخل الايقاع بشكله اشكاله الكثيره اشكاله الكثيره فاضاف الى اغنيه الحقيبه وخلاها اغنيه مكتمله أكيد. يعني فيها كل مقومات الاغنيه الكامله يا سلام جميل جدا تميزك في برنامج حقيبه الفن واضافاتك زي ما انت قلت ده برضو بيسوقني لي يعني او انت اول من يعني في السودان كمذيع سوداني تعاملت مع فنانه الشرق ام كلثوم نعم احكي لنا الفتره دي والذكريات ان شاء الله المشاهدين ما يزهجوا مني لانه انا عملتها كثير يعني هي طبعا كانت مقابله اجريت معاه لما جات السودان في ديسمبر عام 68 في مجهودة لدعم المجهود الحربي والأخ عبد الماجد اللي هو وزير الإعلام في ذلك الحين اقترح تكريما لها أنه يتعمل لها مقابلة وأنا كنت مدير التلفزيون فعملها وبعدين اشترط علي أني أنا اللي أعملها أنا ما مفروض كان أعملها لأنه في المذيعين موجودين يعني لكن اكراما لا برضو انا عملت فقصتها طريفه جدا طبعا انه المقابله دي اخذت 45 دقيقه نعم اطول مقابله عملتها ام كلثوم قبل ذا كانت 4 دقائق وكانوا الناس بيخافوا منها جدا لان امراه قاهره جدا وشخصيتها قويه المذيعين والصحفيين بيخافوا منها وما في زول بيحاول يخش معاها في حوار ولا كذا الحكايه دي كلها يعني أنا كنت عارفها فلما جيت أعمل الحكاية دي كانت في ذهني دي واعتبرتها ده تشالنج تحدي وكذا وبالمناسبة كل الأسئلة اللي انطرحت ومدت بين المدة دي كلها ما كانت مكتوبة كلها أسئلة مرتجلة تولدت في اللحظة تولدت في اللحظة يعني فأنا لما دخلت معاها في البداية وإحنا بنتحاور كان الكنترول روم مليانة بالناس كده دارين نشوف المخرج بتاع اللقاء يعني كان والدقوتة اسمه الدسوق المهندس نعم وكمية من الصحفيين والوزير عبد المايد أبو حسب وحرحت الرهيب كان جاي معاه فزي الحوار عايزين نشوف اللي بيحصل بين الاثنين دي شنو هيطلعوا يشوف في النهاية اي فقمت أنا طبعا يعني احترمتها طبعا في الاول وقدمتها تقديم كويس وديتها حقها يعني لكن دائما انا كنت بفتكر انه الزول اللي بيعمل انترفيو حقه يخضع الزول اللي بيعمل له انترفيو يكون تحت سلطته يعني ف يعني انا بديت اتكلم معاه كده قررت اني انا اكون معاه في مواجهه باسئله صعبه وكده لكن اكتشفت حاجه غريبه جدا لانه لما قلت لها انت موحدة العرب بالمناسبة بتاعة موحدة العرب دي احنا اول من اطلقها يعني يا سلام كلمة موحدة العرب هاي دي المستعملة حسة دي هي جات من البرنامج ده يا سلام فقلت لها انت يعني مرة عظيمة جدا انت الهزيمة اللي حلت بمصر بالأمة العربية حاولت ترفع معنويات الناس وتضحي والعرب دي كلهم اختلوا في حياة كثيرة جدا إلا فيك أنت فأنت أصبحت موحدة العرب هنا هذه المرأة الجبارة طوال اللي لاحظت نقطة ضعفها يعني انهارت كده وأصبحت أكثر سلاسة بالضبط فدي الفرصة اللي بينتهزها المذيع نعم عشان يضغط على عشان يكسر الحايز برضه خصوصا هي زولة ما سودانية يعني ولغتها ما زينا ف
فمن اللحظه دي بدات تكون هي تحت ارادتي انا كمذيع يعني. نفس احساسي هسه، ان شاء الله اكون كسرت الحاجز. لا كسرتي. اديك العافيه. انا برجع وبقول انه العيد هو طبعا مطايبات وتواصل، ودائما بتكون فيه الهدايا الجميله. هديه مسدس ذهب من الرئيس الراحل صدام حسين بغضني لعلاقتك ايضا به وبالصحاف، كلمنا عن الفتره دي. اولا هديه ما مش مسدس عمل لنا مشكله حتى لو جينا هنا، لان احنا لكل الوفد كان انه فوق للعيار اللي بيصدقوا بالقانون للافراد، فما صدقوا لنا الا بعد ما وزير الدوله وزير الدفاع الفريق فتحي قدم مذكره لمجلس الوزراء، وكان معانا عمر محمد طيب في الوقت ده، انا كنت في النادي كان فيه، حتى خلونا نحمله، ودانا عبايه ثمنها حوالي 2000 دولار ولا كده. يا سلام في الوقت ده. اي ف دي حاجه. الحاجه الثانيه هي طبعا حصلت يعني مش 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 مواجهه، لكن هي وجهه نظر. انا مشيت يعني لما جت الانقاذ دي، وبعد اول ما تعينت وزير بعد كذا يوم وفدت انا عشان احضر 14 تموز الاحتفال بتاع الثوره، فانا مشيت وهم كانوا مشككين في الثوره، قالوا دي الاخوان مسلمين ودي الاسلاميين نفس النغمه الحاصل الان، وقرروا كحزب بعثي يتخذوا يعني موقف. ما كان انت كنت مبعوث الوقت ذاك مبعوث ال نعم، انا مشيت نيابه عن الحكومه عشان احضر احتفالات عشان انت ايوه. بعدين قابلني لطيف مصيف جاسم وزير الاعلام في المطار، وقال لي كلام كثير جدا كان لو سمعناه وكنا خربنا البلد دي كلها. زي شنو كده؟ كلام قولوا لنا. لكن يعني كلام بيتعلق بتصفيه بعض الناس. ايوه يعني. لكن لما مشينا انا التقيت بهم، كانوا اصدقائي كلهم، لطيف واحمد حسين السامرائي اللي هو امين عام مجلس الثوره كان وزير شباب وانا كنت وزير شباب. نعم. كان في طارق عزيز، طارق برضو صديق قديم. نعم. الحسه موجود وكان نائب رئيس الوزراء. وكان في محمد سعيد الصحافه الوقت ذاك ما كان ظاهر في الصوره اطلاقا. يعني كان هو تاريخه كان معلم وبعدين بقى مدير الاذاعه. نعم. وبعدين اتطور للسفير لوزير خارجيه لوزير اعلام. فالتقيت معانا في الجزء، لكن في الجزء الاولاني ده بتاع صدام ده محمد سعيد صحاب ما كان موجود. فلما مشينا انا كنت قابلناهم، قابلنا لما جينا احنا كوزراء ورؤساء وفود، قاموا دعونا في قاعه كبيره جدا، وجا صدام سلم علينا بضيوف يعني. بعدين وقف معي انا شويه، وزير جديد ثوره جديده جاي من بلد جديد موضع اهتمام اكيد. اتاري جماعه اخواننا ديك برضه مشوا كلموه، وكانوا بيتكلموا معي وانا كنت بجادلهم مع اصحابي واصدقائي وكده، فمشوا كلموه قال لي الجماعه ديك كده وكده وكده، يعني كلام يعني نيجاتيف يعني ما كويس، ما ايجابي، ما ايجابي يعني. فلما جيت انا قال لي الكلام ده ايوه، بعد ما انتهينا فوجيت بعد اليوم الثاني بالليل جو اخذوني ودوني الليل. فاول ما مشيت لقيت الكلام ده الساعه 3 بالليل، لقيته هو واقف جنبه لطيف وطارق عزيز واحمد السيد السامر الرائي و ما بتذكر انه كان في واحد رابع. قال لي وجهة النظر بتاعتهم، فقلت له بعد ما اتكلم معي قلت له ما تسمع وجهة نظري انا احسن. وبالمناسبه رجل مثقف ورجل واعي واقوى من مستشارينه، يعني دائما الناس يقول لك المستشارين بدوا الناس المعلومات والافكار وكذا، بيدعموا هو بالعكس اقوى منهم.
فقلت لها اسمعني انا عشان تعرف النظريه. قلت لها والله انا ما رايي الحزبي ولا عندي علاقه، وانتهيت من الوزاره دي مده طويله جدا، لكن انا شايف البلد بتاعتنا انهارت، والمتحركات كانت ماشيه حتى من الحزب اللي كان مسؤول عن الحكومه. ما عندنا صداقات، ما بقيت تحالفنا قريب جدا مع ايران، على قد مع الدول العربيه كويسه. فجت الثوره دي، انت مصلحتك يكون عندك نظام ضد النظام اللي انت ما كنت عايزه، وكان يعني حليف لاعدائك وكده. ثم انه اذا كان عندك وجهه نظر، الاخ الزبير او النائب الاول لرئيس الجمهوريه بيطوف بالبلاد ودلوقتي في السعوديه وحيجيك بعد يومين. اذا عندكم اي حاجه قولوا، انتم اقدم مننا في السلطه وفي الحكومه. يعني كان بمثابه المشاوره. يعني قلت لهم ما في دول بيتخذ موقف حاد زي ده. صح. قبل ما يعرف الناس ويستمع لهم كده. التفت لهم قال لهم كلام الاخ علي ده صح. فدي بتذكرها يعني من لحظات النادره جدا. نعم، وذكريات هي برضو جميله. العربية في نغلة للثورات العربية القامت ومضى صحتها لتغطية هذه الأحداث. طيب أنا ما أحد رموز الناظر الديني، لغم كبير جدا، لكن شوف الفضائيات دي غيرت العالم كله. هل كان في صدق؟ كان في صدق في 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 تغطية الأحداث؟ لا يعني هي حاولت في البداية إنها تكون صادقة، تكون أوبجيكتيف، تكون موضوعية. لكن بعد مده دلوقتي اصبحت معروف طبعا الاتجاهات السياسيه معروفه. ودي يمكن كان تطبيق لمبدا او لفكر الناس بيقولوا انه الاعلام مش هو عكس ما هو يحدث في المجتمع، وانما الاعلام بيخلق الموقف السياسي، بيخلق التحرك. أكيد. وده اللي عملته الفضائيات. يعني التحريك اللي حصل للثورة المصرية بتاع 25، التحريك اللي حصل لليبيا، التحريك اللي حصل لتونس، كله شغل من قناة الجزيرة لعبت في الدور الأول. أنا بفتكر إنه يعني الغنوات لما ما تكون صادقة في أو متحرية الدقة في تحريك يعني مثل هذه الثورات، يعني بعد شوية زي كلامك ده، يعني الناس أنا بتنتبه لها أو تعير اهتمام. أنت عارف الإنسان ده حساس جدا. وذكي جدا بالمناسبة، أي إنسان مهما كان يعني. ولذلك يخطئ إخواننا في الإعلام لو يفتكروا أنهم ممكن يغشوا هذا الإنسان المشاهد. يعني عندهم يعني بيعرفوا يصنفوا مظبوط، وبعدين يحللوا الأمور يعني بعد ما يجمعوا كل المقومات ويطلعوا بنتائج. يعني مثلا الناس تعاطفت مع الربيع العربي، كل الشعب العربي تعاطف الأول مع انه ده موقف وده اتجاه جديد فتصادف مع رغبه الناس واتجاهات الناس، لكنه ما موضوعي. اكيد فيه انحياز بالتاكيد. واضح كان. الليله دي انت لما تشوفي القناه نفس الموضوع شوفيه في العربيه وشوفيه في الجزيره مثلا، الجزيره تلقي في الإديتوريال بوليسي او السياسه التحريريه للقناه مختلفه تماما، تعرف انه عندها موقف يعني. ولذلك يعني انا شايف في ترند في اتجاه الناس بدوا يرجعوا للبي بي سي. يعني حسب البي بي سي بقت كسبت كثير من الجمهور الذي اعتاد على الاستماع للجزيره والعربيه. نعم، في ظل انشغالك انت وزي ما عارفه الناس كلها انك انت رئيس المجلس الاعلى للصحافه والمطبوعات، الى اي مدى انت بتشاهد فضائيات مضى؟ والله ما بشاهدها كثير، اولا لسبب بسيط. انا هنا في السودان بشاهد التلفزيون ساعه واحده. اللي هي من 10 للساعه 11. وبحرص انه اشاهد الاخبار. لكن انا من اقل الناس مشاهده للتلفزيون السوداني في السودان. عموما. بعدين الصباح بشاهد الجزيرة بحثا عن الأخبار العالمية وأحيانا البي بي سي. يعني ما قاعد أشوفه كثير، لكن كل ما أطلع برا السودان بيكون من ضمن القنوات أنا بشاهدها هي قناة وتعرفت عليها وأنا برا السودان. يا سلام.
يعني الليله دي انا قاعد هنا تحنين السودانيين برا السودان لا بشهر. يعني عندي الوقت، ايوه صحيح. يعني انا عندي الوقت بنظم وقتي، عارف من الساعه كده للساعه كده بشوف حسين خويا اللي بيظهر لي في التلفزيون من ايوه من الساعه كده لكده كل فبشوفها بتتابع. هاي جميل جدا. ايوه طيب انا عندي 3 أسئلة في سؤال، هو نعم سؤال خفيف جدا. البروف علي شمو، لمن يوهب اذنه سمعا من الغناء؟ ومذيع اعجبك اداؤه صفقت اليوم؟ وكوميديان اضحكك سواء كان عالميا او محليا؟ انا طبعا في الاغاني ما انا بحب استمع لاغنيه ما بغلب الناس ما بتطلبها كثير لانها طويله ولانها كلاسيكيه، لو بهمسه محمد ورد راح لمحمد الوردي يعني زي جوهر صدر المحافل عبد العزيز محمد داود، زي اغنيه عوض وابراهيم شنبات، يعني عدد ديل بحب استمع لهم دائما. بالنسبه للجزء الثاني من سؤالك شنو؟ مذيع اعجبك اداؤه صفقت اليوم داخل او ما خارج صفقت البلاد؟ انا ما قاعد ولو اصفق عجبت ما قاعد اصفق يعني، لكن انا طبعا عندي مذيعين من بدري، الواحد كان انا طبعا معجب جدا بصلاح احمد وعنده كاريزما. كاريزما يعني. نعم. وكوميديان اضحكك اذا كان في السودان او برا السودان؟ والله طبعا في السودان كان في واحد زمان اسمه بلبل، وقبله كان في واحد اسمه ضربه، الاثنين دول انت ما سمعت فيهم طبعا. لو سمحت افهم. اول الكوميديا برامج الكوميديا بدات في الاذاعه، بدات بيسموه المونولوج، ايوه بيجي واحد بيحكي حكايات وبعدين مختلفة. يقول له كوبليه موسيقى كده بعدين يقول شوية نكت، حاجة بداية جدا مضحكة في نفس الوقت. فبلبل ده كان شخصية دمه خفيف جدا. حسينا بالوقت فيها، لكن أنا دايرة نصائح لكل من يعمل في هذا الحقل الكبير، الحقل الإعلامي، نصائح من البروف علي شبه. تعرف هي الموضوعية ما في أحسن منها. بعدين يعني تقديم البرامج، يعني الانسان اولا لازم يحترم المشاهد او المستمع. الزول اللي بيكون في هذه الاجهزه ربنا وضعه في موقع بتاع ليدرشيب بتاع قياده، واداه الفرصه انه يوجه الناس ويقول للناس الحياه اللي ما بتتيسر لهم الحصول عليها. فينبغي انه يكون امين جدا وصادق، وينبغي ان يكون مطلع ويقدمها له في شكل معقول ومقبول يجذبه، وينبغي أن تطلع إلى معرفة الرجع الصدى لما يقدم من برامج حتى يحسن سلوكه الإذاعي إذا كان ما قدمه صحيح ولا غير صحيح. بعدين طبعا الشغلانة دي برضو فيها الإعجاب بالنفس كثير جدا، يعني الزول بعد شوية بيبقى نجم والناس بتشير له وبالبتاع، تصيبه غرور. الحكايه دي ما تصيبه غرور، يتواضع. وبعدين يجدد معلوماته ويقرا اكيد ويشوف الحاصل في العالم شنو الا بتخلف بيلقى ناس مشهور. كل سنه وانت طيب. حياك الله وبارك. ربنا يديك الصحه والعافيه. الله يحفظك. سعدنا بك كثير.